ينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب قصر العيني. دكتور محمد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في تراجع ملحوظ طبعا في أعداد الإصابات والوفيات، الحمد لله، مستمر منذ فترة، ويعني تفسير هذا بيرجعه الكثيرون إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل الدولة ومن قبل المواطن. إلى أي درجة حضرتك بتشوف الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفعل أدى إلى تراجع الأعداد؟ أي مرض في الدنيا وخاصة هذه الجائحة لا يمكن أن الأعداد تنزل إلا بأربع حاجات أو حاجة من أربعة. رقم واحد، وجود تطعيم. حتى الآن التطعيم لسه مش موجود، بالرغم أن مصر حتى بتشارك في يعني الأبحاث العلمية للتطعيمات، وإن شاء الله في ممكن يطلع من عندنا حاجة، بالرغم أن في أماكن تانية ممكن تسبقنا وتطلع مجموعة من التطعيمات. رقم اثنين، وجود دواء شافي في البدايات وفي النهايات. مصر من أوائل الدول اللي صنعت الدواء الأمريكي الشهير راميديسيفير، وموجود وممكن بنصدر ل 127 دولة مستخدم، لكن حتى النهاردة ما عندناش أدوية في البداية. هذه الأدوية بتستخدم في الحالات الحرجة، ومعظم الحالات يعني إن شاء الله ما بتبقاش في الحالات الحرجة. رقم ثلاثة، وجود مناعة مجتمعية. المناعة المجتمعية دي ما بتجيش إلا إذا 70% من سكان يعني المجتمع أصيبوا أو اتطعموا وشفوا، يعني إصابة وشفاء أو تطعيم. رقم أربعة هي الإجراءات الاحترازية، فما عندناش حاجة تكون قللت هذا الوضع حتى تاريخه إلا الإجراءات الاحترازية من البداية. ومصر كانت يعني لما نيجي نبحث كيف تم الأمور، تمت بدقة هندسية، يعني كانت الإجراءات صارمة من البداية في توقيتات مناسبة جدا. نقدر إحنا ابتدينا مبكرا جدا وتعاملنا بشكل يعني علمي عقلاني، عشان كده الأعداد تنزل. كان في دكتور يمكن تخوف من بعض المواطنين بعد إجراءات الفتح اللي بدأت في أول شهر يوليو، وكان هناك إشارة إلى أنه ربما تساهم في زيادة الأعداد، لكن لقينا أنه على العكس، الأعداد بدأت في الانخفاض بشكل تدريجي، وكان حتى البعض بيشير إلى أنه المعيار الأساسي اللي ممكن نحكم به هو أعداد الوفيات، لأنه ربما تكون هناك إصابات أكثر، لكن أيضا الوفيات سجلت تراجع كبير جدا خلال الفترة الماضية. رأي حضرتك في مدى الالتزام بهذه الإجراءات، اللي هو العنصر الرابع من العناصر اللي حضرتك ذكرتها، من خلال متابعتك سواء مع المرضى أو سواء مع المخالطين أو مع حتى المواطنين في الأماكن العامة وفي المؤسسات؟ الحقيقة الالتزام كان واضح جدا في القاهرة، كان عظيم جدا، وكانت كل الأمور كانت فيها التزام واضح. لما تروح اسكندرية والساحل الشمالي وهذه المناطق، الالتزام تقريبا يكاد يكون غير موجود إلا داخل المطاعم، داخل السوبر ماركت، لكن في الأماكن المفتوحة ووسط الناس مفيش التزام، الالتزام قليل جدا، وده قد يثير المخاوف، ده يثير المخاوف الحقيقة. ويمكن احنا هنا بنقول انه مع تراجع الأعداد ومع انخفاض نسب الإصابة لابد من التركيز والحذر الشديد من انه الفيروس يا جماعه ما زال موجود، ولابد من الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. للاسف الفيروس مستوطن العالم كله. وللاسف ان العالم كله هيبتدي يفتح، والسياحات هترجع في كل اماكن العالم. فاحنا وعندنا اولادنا او اهالينا اللي موجودين في الخارج، مقيمين في الخارج، هييجوا عندنا. بالرغم ان احنا يعني عندنا اجراءات احترازيه واضحه، وبالرغم من حصار هذه الاعداد، لكن للاسف ما عندناش اجراءات تمنع وصول السائحين ووصول الوافدين ووصول اهلنا اللي في الخارج. فده مع لما العالم كله هيفتح هيبقى الخوف من ده، ومهما نتخذ من اجراءات لوقت هذه الامور، ما نقدرش يعني الفاعليه بتاعتها قد تكون اقل للاسف الشديد، العالم كله في هذا الوضع. خليني اناقش مع حضرتك الجزئيه الاولى من كلامك، وهي اللقاح او التطعيم، اللي بنسمع كل يوم وبنقرا كل يوم على وسائل الاعلام الدوليه تطور
في البحوث والمجالات المختلفة اللي بتعمل يعني على إنتاج اللقاح. إزاي حضرتك بتتابع هذه المسألة؟ وهل في أخبار إيجابية أو مبشرة بتتابعها سواء من أكسفورد أو من الجهات البحثية المختلفة اللي بتقوم على إنتاج اللقاح حالياً؟ الحقيقة أن أي لقاح في الدنيا بياخد مدة زمنية أو أقل مدة زمنية اتاخدت كانت 4 سنوات، لكن النهاردة مع البحث العلمي والتطور والإجراءات الشديدة في العالم كله ومصر بتشارك يعني عندنا، وده حاجة تفرحني عشان كده دايما بذكرها دائما. الإجراءات والحاجات اللي هتطلع هتاخد فترة زمنية أقل. مش معنى وجود تطعيم ان كل الناس لما تطعم مش هتعيط. في حاجة اسمها فعالية تطعيم، في حاجة اسمها كفاءة التطعيم، الفعالية والكفاءة والأمان وأمان التطعيم. كل ده يعني حتى بعد لما الناس كلها يبقى عندها تطعيم وتطعم برضه هيبقى عندنا شكوك، لان احنا الفعاليه هتقعد مده زمنيه قد ايه؟ احنا الطعم كله قد ايه؟ محتاجين كام جرعه؟ الموضوع ما هواش بالبساطه، بالرغم ان هو قد يفرحنا وجود تطعيم، لكن ليست بهذه البساطه. اوكسفورد هتطلع، الشركات الامريكيه بتطلع، التطعيم الروسي هيطلع، عندنا اماكن كثيره جدا بتتكلم في هذا الامر. طب نمره واحد لما هينتجوا هذه الجرعات هتنتج لبلادهم ولا هيوزعوها في العالم كله؟ طب خلاص يبقى هيبقوا عندهم الاول وبعدين العالم هيروح له بعض هذه الحاجات. عشان كده احنا سعداء ان احنا مصر بتنتج حاجتها وفعالياتها هتظهر. هل هيساهموا ان هذه الاماكن تنتج في اماكن اخرى غير بلادهم ولا لا؟ وهل هذه الاماكن هو عموما يعني حتى الان عشان نكون ايضا واضحين في هذا الشان، الجهات البحثيه بتخرج بتصريحات تقول يعني حتى الان انه هذه اللقاحات ستكون متاحه للجميع. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد المنيسي، استاذ الجهاز الهضمي بكليه طب قصر العيني.